فهلا الاوتونوميك اللي هو سمباثيتك وباراسمباثيتك رح اكمل هلا اليوم عن الباراسمباثيتك. حكينا انه بيكون اسيتيلكولين وهو الثيم تبعه ريست اند دايجست، بمعنى كل السكريشنز دائما بنذكروا لبعدين انه كل السكريشنز بالجسم بيكون مسؤول عنها الباراسمباثيتك ومينلي الاسيتيلكولين، سمبلي لانه بتكون انت بوضع انه ريلاكس، شكرا كثير، بتكون بوضع ريلاكس وبتكون بما فيها حتى السلايفا والسبات والأبريثين. فهذا دائماً تذكروا أنه بيكون أسيتيلكولين، أي شيء سكريشنز من الجسم دائماً أسيتيلكولين. On the other hand، حكينا أن السمباثيتك هو الأدرينالين مني، والأدرينالين هم بيصيروا بالأكسيدنس وبالسدن تيمز وبالأشياء الأنكسبكتد سيتيواشنز ومني ستريسفل وانز ولا حتى إكسايتد وانز، مثل أنه
بدك تروح على انترفيو، بدك تروح على امتحان، عم تعمل بانجي جامبينج بالرولر كوستر، فجاه صابك شيء قلبك، هلا في حريقه، لا سمح الله زلزال، سو عند كل هاي الرياكشنز اللي بدها تصير اون ذا سبوت زي سبونتينيوس، بدك تعمل رياكشنز سريعه، جسمك بيعمل اللي هي فايت اند فلايت، بمعنى انه بدك تقدر هاي السيتويشن انه هل بقدر انا اهرب او تو فايت ات، انه اقدر الاقي حالي سو اون. فهذا كلياته بيكون مسؤول عليه الادرينالين والنور ادرينالين، وهي حكينا كل البوث السمباثيتك والباراسمباثيتك هم اشياء انفيرمنتلي ما بتسمح لنا نتحكم فيها، وبالتالي ما عندنا سيطره ابدا على اللي بيصير. مشان هيك شو بيصيبك انت قبل الانترفيو ولا قبل الامتحان ولا انه انت اكسايتد لشيء معين او شغله، يعني انت ما بتكون in control of anything، بس تقدر تعمل exercises وتقدر تحكي بالconscious تبعك مش اكثر من subconscious، انه طريقه تمرن حالك عشان ما يصيبك هاي الاشياء. وحكيت لكم بالنسبه للامتحان فرصة انه مرقت ورح تضل تمر، وبالذات الضغط كثير ستريسفل، انه تاخذوا اللي هم الميديكال هيربز والترانكولايزرز اللي هم اشهرهم اليانسون والمليسن، سو بتستغربوا هدول اندر كاتيجوري اسمهم ترانكولايزرز، هدول ناتشرال وانز، واذا بتشرب كل يوم مار بمعلقتين ليمون وبتجيب كم شت مليسة وكم شت ينسون وبتحطهم وبتصير تشرب كل يوم، سو هدول بيعملوا لك لوسن اب لكل النيرفز، وهم الترانكولايزرز وهم الناتشرال وانز، وبكون دلوتر لانه نحن نحط كل الابريق هاي الشبه مقابل انه ما ناخذ ادويه ونكون ادكتس لقدام على ادويه كثيره. بتستغربوا انه الميديكال ستاف هن أكثر ناس بيكونوا أدكتس مع الوقت بسبب إنه عندهم أكسس على الأدوية. So دائماً فكروا إنه في شيء بالدنيا اسمه medical herbs وهم they are true drugs، بس بيكونوا diluted إنه أنت بتستخدمهم مثل المرمية هي anticholic، it is true an anticholic، والthyme هو بي decongestant بقيم كل البلغم والسبيوتم and so on. So حتى إذا بتاخد البرونشيكوم مثلا بالصيدلية هو عبارة عن خلاصة الثايم اللي هو الزعتر، وهو مادة كتير طبيعية وبتنظف الصدر وبنفس الوقت كتير ممتازة. فهدول الميديكال هيربس they do work. رح نكمل، وقفنا المرة الماضية إنه شو بنقدر نستخدم، وحكينا quickly إنه إذا شغلة بتشبه، ورح أوجيكم المرة الجاي إذا شغلة بتشبه الأدرينالين بالستركتشر أو بالأكشن بنقول عنه agonist، وبالتالي هذا الأجنست إما بيرتبط directly لنفس الريسبتر، حكينا إنه هدول النيوروترانسميترز لازم يكون لهم ريسبتر، حكينا اسمهم أدريناجيك والأدرينوسبتورز، عشان الأدرينالين بيصير له ريليز eventually بيصير بالسيركوليشن blood circulation وبيروح على different organs throughout the body وين في ريسبتر ألفا ولا بيتا، عشان هيك بيصيبك إنه بينشف ريقك إذا أنت خفت، لأنه ببطل في circulation بيصير قلبك كتير يدق وبتصير عم تلهت وعم تتنفس كثير بسرعة، لأنه كل الأدرينالين وين في ريسبتورز بالبرونكاي مثلاً بيعملوا لك برونكو دايليشن عشان تقدر تتنفس، وين في بالقلب بيتا قلنا 1 and 2 and mainly بيتا 1 فبيصير في بالبيتيشن وبيزيد الكارديك أوتبوت and so on، فكل كل هذا الحكي بيصير على هدول الريسبتورز. هلأ إذا نحنا بدنا نعمل دراج بيشبه الأدرينالين فمنقول عنه أغنست،
خيار كيف خيار طباعة مش عليه اللي جاب اللي ثلاث نقاط وين؟ جاب ثلاث نقاط في برينتر باد وإذا كان عكس الستركتشر وبدي أعمل بلوكينج لهدول الريسبتورز بسميه بلوكر وفي كتير ناس سألوني إنه الأنتاغونست هو نفس البلوكر وحكينا أكثر إشي بالسمباثيتك البيتا بلوكرز نستخدمهم بالهايبرتنشن مينلي إنه أنا بخفف الكاردياك أوتبوت وبخلي الكونتراكشنز تكون والكونتراكتيليتي تبعت الهارت قليلة بالتالي بحافظ على عضلة القلب أطول وقت خصوصي إذا عرفت إنه هذا الشخص عنده أثيروسكلوروسيس اللي هو تصلب الشرايين حكينا تذكروا إذا محسورة ضيقة وإنه القلب عم بضخ بنفس القوة هلا أنا رح أعمل شير بس ليش ما عم بيصير فول سكرين اوكي هلا اذا كويكلي على الباراسمباثيتك اذا بنحكي على الاسيتيلكولين هو مينلي النيورو ترانسميتر وهو بيشبه ال انه بنقول الريسبتورز ماسكرينك اللي هو الام 1 لحد ال 5 وحكينا انه اللي لهم ثيرابيوتيك يوزز هم ام 1 2 اند 3 4 اند 5 معنا الدراجز اللي تارجتد والنيكوتينك اللي هو الNN والNM ومن الاسم ماسكرينك أكثر إشي بيكون بالمسل هو من الماسكرين هلأ رح تشوفه إذا إشي بيشبهه بنقول عنه وهم كولينرجيك بمعنى كولينوسبتز هم they target the parasympathetic يعني الأسيتيلكولين حكينا الأسيتيلكولين والM1 أكثر إشي موجودة بالجي اي ومسؤولة عنها بالإسوفيجل and so on الكارديك أكثر شيء M2 والM3 أكثر بكل السكريشنز وبالفسر سموث مسلز وهي مسؤولة أكثر شيء على المسل كونتراكشنز والسكريشنز إذا بنقول نيكوتينك قلت لكم ما في حدا عنده ثيرابيوتيك يوزز للنيكوتين اللي تارجتت وفي عنا البلوكرز والأجونست بس عشان نعرفهم فإذا حكينا شغلة بتشبه الأسيتيلكولين بمعنى سواء أنا عملت شفت الستركتشر تبع الأسيتيلكولين وقلت الستركتشر واشتغلت إنه أكثر إشي أغير بالCH3 حكينا إنه الأسيتيلكولين هو عبارة عن إستر وقلت لكم عشان تتذكروا دائما إنه الإسترز هم اللي موجودين بالفروتس وبالفيجيتابلز فانت بتعرف التفاحه انها تفاحه ولا برتقانه ولا خيار عن سوون من هاي الريحه سو هاي الديستينكتشبل سميل لكل الفروتس والفيجيتابلز هي مسؤوله عنها الاسترز فمثلا اذا بيقول لك انه هو عصير طبيعي 100% بحط لك الاستر تبع الاورنج بيقول لك عصير برتقان او الاستر تبع التفاح وبيقول لك عصير تفاح فهو بس عم بيعطيك السمال اند تيست بالمقابل بس هو ابدا مش طبيعي فاذا بنقول شغله بتشبه الاسيتيلكولين وحكيت لكم انه هي اكثر شيء سي اتش دبل بوند او معها سي اتش 3 هاي معناته استر وحكينا على البايلوكربين والماسكرين مينلي والأرير كلورين هم كلياتهم موجودين بالمشروم وبيعملوا ولما بصير عندنا المشروم بويزنينج للناس اللي they go and pick mushrooms in the wild بالجنجلز and so on أكثر إشي دائما قاعدة إنه إذا مشروم ملون معناته هو poisonous أكثر من 90% وهو lethally poisonous بمعنى انه كتير قليل انه تلحق اذا حدا عمل انجستشن واكل مشروم انه نلحقه نعطيه انتيدوت واكثر شيء مشهور انه اعطيه الاتروبين از ان انتي ماسكرينك وحسب الكميه اللي بياخذها بمعنى اذا اخذ كميه قليله وكان في عندنا اكسس للامرجنسي بنقدر نعطيه الاتروبين از ان انتيدوت سو الماسكرين
الكولين والألكالويدز بشكل عام هم عبارة عن أسيتيلكولين باراسمباثوميمتك بمعنى بيشبهوا الأسيتيلكولين. فإذا بحكي إنه هذا الاستركشر تبع الأسيتيلكولين ضلتني أغير فيه وأخترع أدوية أو عملت لها isolation من الفنجس مثل مثلاً الماسكولين ولا بس ما لهم therapeutic uses بس بالمقابل بايلوكاربين هو من فنجس حقيقةً أخذته وعملت له isolation وعرفت الستركتشر وبعدين هلأ صرت عم بستخدمه بالجلوكوما بالeye drops اللي ناس عندها مية الزرقاء أو المية البيضاء سو هاي الجلوكوما فما بقدر أعمل له ليزر مثلاً وكثير هي معظم المرضى السكري اللي هو uncontrolled diabetes بيكون بيصيبه بالآخر هاي المية الزرقاء أو المية البيضاء إنه بيصير في طبقة غباش ومع الوقت إذا ما قمناها ببطل يشوفه حتى بيصير إنه بيوصل لا سمح الله للعمى. فالبايلوكاربين عملت له isolation من الفنجس وعرفت الستركتشر تبعه وبعدين صرت عم بعمل له synthesis وبعمل له بالeye drops. هذا بقول عنه انه هو parasympathomimetic بمعنى انه هو بيشبه الاسيتيلكولين على بيشتغل على parasympathetic directly it binds ل الريسبتر اللي هم الكولينرجيك ريسبتورز. إذا كمان طريقة تانية بالفارماكولوجي قلنا إنه كل هدول النيوروترانسميترز حتى الدوبامين لقدام رح تاخدوها بالباركنسون وحتى بالسايكوسز إذا بنقول سايكوسز معناته عنده كتير دوبامين فبنعطيه دوبامين أنتاغونيست. باركنسون عنده دوبامين ديفيشنسي رح تاخدوهم نفس الريسبت نفس الإنزيمز اللي بيعملوا ديجريديشن ل الأدرينالين والنور أدرينالين اللي هو المونو أمينو أكسيديز ماو والكومت اللي هو سي أو مثل ترانسفريز هدول للأدرينالين والنور أدرينالين. قلنا إنه أنت خلصت الستريسفل سيتويشن ما عاد بدك يضل قلبك عم بدق وأنت عم تلهت وخايف ونشفان ريقك and so on بيرجع الجسم للوضع الطبيعي فبيشتغل الباراسمباثيتك وبيصير هذا البالانس بتوين هدول السمباثيتك والباراسمباثيتك. فبالتالي عشان اتخلص من الادرينالين اللي بدمي يا اما بعمل له ري ابتيك وبيقعد مره ثانيه بالفيسيكلز وبيصير لها رابتشر هابون ديماند للنكست سيتويشن او انه في انزيم اللي هم مونو امين اوكسيديز ولا سي او ميثيل ترانسفيريز هدول بيعملوا ديجريديشن بيخلصونا من بقيه الادرينالين والنور ادرينالين اللي بالجسم. فهيك انت بتهدى يعني بعد ما يخلص الامتحان مش مثل لما تبلش فيه لما تخلص الانترفيو مش مثل ما انت قبل ما تروح على الانترفيو. كيف جسمك بيهدى انه ببطل في عندك ادرينالين بدمك فكيف ببطل انه يا اما بيصير له ري ابتيك او بيصير له ديجريديشن بهدول الانزيمز. فدائما في انزيم بيحطم النيورو ترانسميترز اللي صار لهم ريليس. فبالأسيتيلكولين حكينا لأنه هو أستر فهو أستريز فكولينستريز هو هو الإنزيم المسؤول على إنه يقيم الأسيتيلكولين من جسمك. كنت أنت هلأ هلأ نحنا بالمحاضرة فجأة طلع لنا شغلة بدنا نهرب منها ولا قالوا لنا في حريقة ولا كذا سو هلأ لازم يشتغل الأدرينالين فما عاد يزبط إنه إنه نحن عم ناكل سناكس ومبسوطين قاعدين هذا لازم يشتغل الأدرينالين فما عاد لازم يكون في أسيتيلكولين بدمي. فكيف بيصير له يا إما ري أبتيك وبيقعد بالفيسيكلز مرة تانية أو بيصير له بالكولينستريز تحطيم فما بيعود في أسيتيلكولين بدمي وبالمقابل بينفرز الأدرينالين والنور أدرينالين لأنه بدنا نهرب من القاع. فما عاد ما لازم يكون الأسيتيلكولين موجود بدمي لازم يكون في أدرينالين ونور أدرينالين. فالإنزيم المسؤول إنه يقيم الأسيتيلكولين هو الكولينستريز لأنه الأسيتيلكولين هو أستر وأستريز بحطم الأستر مش عم تتذكروا. هلأ في شغلة إنه ممكن أقول شغلة اسمها باراسمباثوميمتك بمعنى إنه أغنست وقلد الستركتشر
ليترالي اقلد الاستكشر تبع الاستيكولين بس اغير شوي واقول عنه هذا اغونيس, او انه اي تارجت ذا انزايم ذات ديجريدز الاستيكولين واعملهم انهيبيتورز, بمعنى اعمل انتي كولينستريزز, فهيك بخلي الاستيكولين بدمي اطول فتره ممكنه, بمعنى انه ما قدرت اعمل شيء بيشبه الاستيكولين وبالتالي هو دايركت باراسمباثوميميتك او دايركت اغونست, اي تارجت ذا انزايم اللي بيحطم الاستيكولين فبضل الاستيكولين بدمي اطول فتره ممكنه. اوكي, فبقول انتي كولينستريزز لانه الكولين استريز هو بيحطم الاستيكولين, بدي الاستيكولين يضل فتره اطول. شو بعمل؟ بعمل الانزايم بوقفه, بعمل له انهيبيشن, فبالتالي بضل الاستيكولين اطول فتره ممكنه. وهذا الدراجز كمان بيستخدموها هلا النور وانز للباركنسون, سو في معظمهم الانتي مونو امينو اوكسيديز وانتي كومت, انه بخلي هذا الدوبامين اطول وقت ممكن بالمخ لانه هذا الشخص عنده ديفيشنسي, بدي كميه الدوبامين اللي موجوده بمخه تكفيه عشان ما يصير عنده السيمبتومز, لانه هو دوبامين ديفيشنسي مش انسفيشنسي, مش ما عنده دوبامين ابدا, بس eventually مع الوقت خلص رح يبطل عنده دوبامين. ففي بالفارماكولوجي اذا ما قدرت اعمل دايركت اغونست واقول عنه دايركت باراسمباثوميميتك ولا دايركت سمباثاتيك ولا دايركت دوبامينرجيك, بالنسبه للدوبامين بقدر انا اي تارجت الانزايم اللي ديجريدز ذم علشان اخليهم اطول وقت ممكن بهذا السايت اللي بدي اياه, وبالتالي النتيجه وحده, مش شرط انا اعمل اكتيفيشن وبايندينج للريسبتور, ممكن امنع التحطيم فاخليه بالدم اطول وقت ممكن. الانتي كولينستريزز حكينا انه بينقسموا لتنتين, هاي كثير سيئه انه نحن ما عم نقدر نشوف. الكوليسترول عاده بيكون موجود في الجسم في حاله السمباثيك ريسبونس, صح؟ اذا صار بدي اعمل هلا سمباثيك يس لازم اتخلص من الاستيكولين. الشغله الثانيه حكيت لكم المره الماضيه انه السمباثيك والباراسمباثيك هي مش بيورلي بلاك اند وايت, بمعنى انه السمباثيك المينيمال في عنده مينيمال افكت, الاستيكولين داز ورك على السمباثيك بس لازم يكون كثير لارج دوزز ولارج اماونت عشان الاستيركولين يقدر انه يعمل اكتيفيشن للسمباثيك, وكمان بس على الجانجليا بالادرينال ميدل لاند زون, سو مش بكل مكان. سو الباراسمباثيك هو بيورلي وسولي هو الاستيركولين, بس السمباثيك الاستيركولين إله إفكت عليه مش بس الأدرينالين والنور أدرينالين, بس لازم يكون كتير large doses وبس بالجانجليا أيليان صور. فمثال على عليهم الأنتي كولينستريزز حكينا هم الكاربامات والأورغانوفوسفيتس, وحكينا أكتر إشي هم النيرف غازز والإنسكتسايدز. so الإنسكتسايدز والنيرف غازز اللي هم نحنا الإنسكتسايدز نستخدمهم المبيدات الحشرية وبيستخدموهم بالزراعة, فبالتالي نحن دائما نقول له يلبس ماسك ويلبس هدول البروتكشن يونيفورم اند سو اون, ولازم يكون عكس مجرى الهواء مش انه عم بيرش سوري مع الهواء مشان يروح مش يوقف عكس الهواء, فبالتالي اللي بيرشه بيرجع عليه, ويكون اليوز تبعه مينيمال. وهلا نحن عم يعملوا الاورجانيك اجريكلتشر, بمعنى انه عم تاكل اشياء عضويه, انه نحن نستغني عن المبيدات الحشريه اللي بالتالي انتي كولينستريزز, ونعمل تستغربوا هلا صاروا بالاورجانيك انه نحن بنعمل اشياء اورجانيك ومنقيمل كل البستيسايدز والانسكتسايدز بانه نعمل خليط مثلا من الكابسيكم الشطه والتومه والبصل, ويصيروا عم بيرشوا
النباتات، فهاي بتوقف وبتقيم هذول الحشرات والأشياء الغير مرغوبة بعكس ما أنا أستخدم لها مبيدات حشرية. فأنت تقدر تلاقي بدائل مثل مثلاً خل، قلت لكم خليط تومة مع شطة and so on، فبتقيم هذول الحشرات وما بيحبوها وكمان ما بيحبوا الريحة. فهيك أنت بالحقيقة عم تتخلص من هاي الحشرات وكذا، بس ما عم تستخدم هدول البستيسايدز والانسكتسايدز، لأنه هدول قلنا عندهم دايركت افكت على كل حتى السنترال نيرفس سيستم، وذي دو باس من البلود برين بارير، وبالتالي إذا استنشق المزارع بكمية كتير كبيرة أو كان بمكان مغلق واشتغل لساعات طويلة وما كان عنده بروتكشن ممكن إنه يموت أو إنه دغري نعمل له إسعافات ونعمل له هواء وسون ونعطيه أتروفين إذا أنا أنتيدوت، وحسب قديش عمل إنهيليشن لهدول، وهدول الأورجانيك فوسفيتس والكربوميت اللي هم الأنتي كولينستريزز إذا عم نحكي على النيرف غازز and so on، كتير إلهم سهل إنه أنت يعملهم absorption وsaturation من كل الجسم، لأنه simply هم هواء هم غازز، فبالتالي بصير لهم inhalation، وأسهل إشي نعمل saturation بالدم هو بالهواء الأشياء اللي إحنا بنفسها، فمشان هيك كتير صعب إنه نلحقه ونودي على الإمرجنسي. وهاي تتذكروا يس لا لو انا بالعكس لو كان عندي سمبثيك شغال بدي اشغل الباراسمبثيك يكون عندي ادرينالين ونور ادرينالين، هذول لازم استعمل لهم انزيم يكسرهم ولا يس حكيت لك المونو امين اوكسيدايز امسكهم بجريديشن لحالهم بما انهم ما بستعملهم بالباراسمبثيك عكس الاسبيركولين ممكن استعمله بس لا هلا انت كنتي ب بسيتويشن عادي قلت لك مثلا كنتي بالسينما اوكي فجاه قالوا لك في حريقه انت وكنتي عم تاكلي سناكس وبوب كورن وعم تطلعي على الموفي سو انت شغال عندك الباراسمباثيتك اوكي فبالتالي في اسيتيلكولين صارت هاي الشغله الفجائيه والاكسيدنت سيتويشن والستريسفل وان وبدك تشتغلي fight and flight بمعنى انه بدك تهربي من هاي الحريقة وبدك تشوفي شو انه واتساب شو عم بيصير so لازم يشتغل السمباثيتك عشان يشتغل لازم نتخلص من الاسيتيلكولين اللي بجسمنا فقلنا منحطمه بالكولينستريز او simply بيصير له ري ابتيك وبيقعد بالفيسيكلز مرة تانية هلأ خلصت الحريقة قالونا ارجعوا على الموفي اوكي كان بجسمي ادرينالين مور ادرينالين في تو انزيمز مونو امينو اوكسيديز والكومت سي او ميثيل ترانسفيريز هدول وظيفتهم يحطموا الادرينالين والنور ادرينالين وكمان از ويل الدوبامين شغله ثانيه على جنب تو انزيمز بحاله السمباثيتك في عندي تو انزيمز بحاله الاسيتيلكولين عندي وان انزيم وهدول بيشتغلوا مش مثل ما نحن هلا عم نحكي انه بتاخذ يعني هلا قديش انا اي اكسبلين ذات بمينت هي بتاخذ بفراكشن اوف ملي سكند يعني كثير سريعه القصه انه انا فجاه كثير صرت اكسايتد ولا نيرفس ودغري هديت حسب السيتويشن جسمي دغري بيشتغل وان فولنتيرلي انا ما بكون انا ما بعرف انه هلا بدي اعمل فايت اند فلايت يعني انا ما بعرف انه هلا انا بدي اهرب لما يقولوا لي في حريقه ولا مثلا صار في حرب ولا صار زلزال ولا كل هاي الرياكشنز اللي بتصير بجسمي هي معموله انها تكون ان فولنتيرلي عشان احمي حالي وعشان اتصرف بطريقه سريعه من دون ما افكر من دون اشتغل بالكونشس وبالاخره احمي حالي Yes. فإذا عملت لك بلود تيست ولا أناليسس رح يكون في أدرينالين بعدين بتشربي مي وبنقول لك اهدي وكذا سو بعدين بتهدي بياخد وقت جسمك ما بيكون في أدرينالين سو هي القصة كتير سهل Yes exactly وهلأ حكيت لكم إنه بسبب إنه نحن عم نعيش هاي الحياة السريعة وطول الوقت نحن we are stressed
معظم الوقت نحن بدمنا أدرينالين وكورتيزول أكثر، وبصير هذا الفيسرال فات والفاتي ليفر اند سو اون من الناس اللي يا اما وركهوليك ولا كثير ستريس بيشتغلوا بشغل طول الوقت they are on demand مثل سيرجنز وكذا. فحكيت لكم انه بصيبهم نفس الايفكت تبع الالكوهوليك، شخص الوركهوليك نفس الالكوهوليك، بمعنى الشخص المدمن على الشغل بسميه وركهوليك بصيبه فاتي ليفر وبصيره بيسرل فات كرش وإلى آخره بسبب الأدرينالين والكورتيزول. والألكوهوليك المدمن الكحول نفس الإفكت على الجسم، تستغربوا لأنه الستريس والأدرينالين سيء جداً والكورتيزول على الجسم، وبالذات أنه بيزيد البيسرل فات. عشان هيك الاعتدال بالحياة هو المطلوب. هلأ في شغلة بلادونا والبويزن، يعني معظم النباتات المنزلية اللي هي الدوميستيك ونز اللي هم يتبعون الزينة، هدول معظمهم بويزنس. ففي نبتة المجنونة اللي هي البلادونا أظن هلأ عموها سو إلها باراسمباثو ميمتك، ومعظم النباتات المنزلية هي بويزنس وبتشتغل على والنيرف جازز. حكينا انهم ما لهم يوسس بمعنى انهم بيستخدموهم اللي قليل بالحروب، انه انت بدك تعمل باراليسز لكل السي ان اس ولكل الباراسمباثيتك فبتنزل مثل غاز اشهر شيء السارين مستخدمه في الشعب الاسد بسوريا. لهون رح اوقف وان شاء الله بشوفكم المرة الجاية. انا لي 30 سؤال بالفاينل، سو رح اعمل المحاضرة الأخيرة انه كيف ممكن تيجي الأسئلة. وحكيت لكم انا شخص بحب انه تفهموا مش تحفظوا، هو الحفظ ما مطلوب، لكن اذا ما كنت فاهم انه ليش اسمه anti colonist race وليه انا of target colonist race رح اقول لك انه في اسيل كولين كثير عنده in his plant وبدي to target one of these، وما رح يكون في حفظ انه واحد اسمه pilocarpine ولا direct agonist، مش حاعطيك اياها spoon feeding. فاذا انت ما كنت فاهم انه I should target الانزيم بهاي السيتويشن وليش esterase and so on ما رح تعرف تجاوب السؤال. ونفس الشيء بالنسبة لمعظم الأغنست، ورح أجيب لكم أمثلة وستركتشر تبع البيتا أغنست اللي نستخدمهم برونكو دايليشن، وبالتالي أنا بشبه الأدرينالين، وأورجيكم الفرق بينهم الستركتشر مع البيتا بلوكر اللي هو الأنتاغنست تبع البيتا اللي بستخدمه بالهايبرتنشن، وليش استخدمته بالهايبرتنشن عشان أقلل الكونتراكتيليتي تبعت الهارت and so on. فاللي مش فاهم بليز يفهم يسمع التسجيلات ويبلش هلا راح المنت يعيد التسجيلات ويسألني بهاي المحاضرة اللي رح تكون الأخيرة، علشان ضروري انك تفهم الكيس اللي رح تكون كيسز، بس اذا انت مش فاهم الكيس ما رح يجاوب. فاللي بيعتمد على الحفظ للأسف ما رح يجاوب ولا سؤال من تبعوني اللي بس عم يبصم من دون ما يستخدم مخه، فاللي بحب يستخدم مخه رح يجيب علامة تعمل. رح تكون التنين القادم، تنين ثلاثة الجاي إن شاء الله. فأرجو إنه تسجلوها وتقرأوا. حكيت ألف مرة كل مرة بعيد. تقرأوا السلايدز، تسمعوا التسجيل. بكل بداية محاضرة دائما كنت عم بعمل رابط وسم أب للي قبله. فضروري تفهموا، اللي عم بيحفظ من دون ما يفهم رح يتفاجئ انه ما رح يقدر يجاوب. دكتوريا بنقول لك محاضرتين بس محاضرتين.